ملف الصحة النهاردة كان ليه جانب كبير جدا من تصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشاطه، لو احنا حتى بنتكلم من بداية اليوم في قرية الأبعدية أو خلال المؤتمر الوطني للشباب. نبدأ مع حضراتكم اليوم من الأول وإفطار سيادة الرئيس مع أهالي قرية الأبعدية، واللي فيه أكد سيادته على مسألة قوائم الانتظار كانت فين ووصلت فين في مصر، واشتغلنا على كام حالة، وإزاي الرقم الضخم اللي كان موجود داخل قوائم الانتظار اشتغلنا عليه واتصرف عليه كام، وإزاي ممكن إن احنا كمان نحسن قوائم الانتظار وما نسيبش حد على قوائم الانتظار. شوف مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع بعد كده نكمل كلام. دخلنا على الـ2 مليون، دخلنا على كام؟ 2 مليون، والرقم اللي تم انفاقه حتى الآن في قوائم الانتظار داخل في الـ20 مليار، صح كده؟ 15 مليار الدولة، 16 مليار الدولة وفرتهم، وعدة مليارات جت من جهات كتير زي الأزهر وزي يعني البنوك ومؤسسات المجتمع المدني. لكن أنا بقول لكم إحنا كنا بنتكلم في 4 سنين في 12 ألف، لما دخلنا الموضوع واشتغلنا عليه بقى 2 مليون في 4 سنين. طب أنا كنت متوقع كده؟ آه. ليه؟ إحنا بنقول إيه؟ الأزمة اللي عندنا أزمة على قد دولة بقوام 100 مليون و 105 مليون فيها طلبات في كل شيء، في التعليم تتكلم ماشي، في الصحة تتكلم ماشي، في الطرق تتكلم ماشي، في السكة الحديد تتكلم ماشي، في الكهرباء تتكلم ماشي، في أي موضوع تتكلم فيه هتجد. لكن الإجابة يا ترى بفضل الله سبحانه وتعالى حجم عبورنا للحاجات ديت معقول ولا مش معقول؟ حاسين بكرم ربنا لينا ولا لا؟ أنا بتكلم بجد، بتكلم بجد. فالنهارده احنا متوقفين عند الـ2 مليون؟ لا.